أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات أحوال طقس بربوع المملكة لنهار اليوم الخميس. غادي تكون الأجواء هادئة مع سماء قليلة سحب إلى صافية على العموم، وغادي تنتشر سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية في بعض المناطق. أما الرياح غادي تهب ضعيفة جنوبيا غربية بالجنوب الشرقي وضعيفة من القطاع الجنوبي إلى غربية بسهول غربية، وغادي تهب من القطاع الشمالي بباقي جهات المملكة. درجة الحرارة الدنيا غادي تتراوح ما بين 9 و15 درجة بالمناطق الشمالية الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بوسط البلاد، وغادي توصل ما بين 17 إلى 24 درجة في باقي المناطق، فيما غادي تعرف درجة الحرارة العليا بعض الارتفاع. بهذا كنختم معكم نشرة جوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.